السلام عليكم ورحمة الله. المرجو منكم دعمنا بزر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد إن شاء الله. قال هشام بلوي الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة أن السلطات العمومية أصدرت في أبريل الماضي بلاغا تلزم فيه المواطنين بارتداء الكمامات لحمايتهم من فيروس كورونا. وذكر بلوي في تصريح للقناة الثانية أنه منذ ذلك التاريخ أصبح ارتداء الكمامة إلزامية بمقتضى القانون، ولم يتقيد بذلك سيعرض نفسه لجزاءات وعقوبات ينظمها قانون حالة الطوارئ الصحية. وأورد ذات المسؤول أن المادة الرابعة من هذا القانون تنص على أن كل من لا يضع الكمامة معرض لعقوبة حبسية تتراوح بين شهر واحد وثلاث أشهر، وكذلك لغرامة مالية تتراوح بين 300 و1300 درهم. وأوضح بلوي أن هذه العقوبات لا تهم فقط من لا يضعون كماماتهم، بل قد تمتد حتى لمن يحرضون الغير على عدم وضع الكمامة مثل المدونين على مواقع التواصل الاجتماعي. وأكد أنه تنطبق عليهم أيضا هذه العقوبات الحبسية والمالية المشار إليها، إذ إن القانون ينظر إلى ذلك التحريض باعتباره جريمة. وأبرز المتحدث ذاته أن النيابة العامة والمحاكم في مختلف مدن المغرب تابعت وتتابع أشخاصا كثيرين بهذه التهم، وأصدرت في حقهم أحكاما إما بالسجن أو الغرامة. نشكركم على حسن المتابعة.